ينضم إلينا عبر الهاتف صاحب النيافة المطران عطل حنا، رئيس أساقفة سباستية للروم الأرثوذكس من أورشليم القدس. صاحب النيافة أهلا بيك. شكرا جزيلا، وكل عام وأنتم جميعا بألف خير. كل سنة ونيافتك طيب. شكرا. عايزين في البداية رسالة معايدة من نيافتك للمسيحيين في الشرق الأوسط. يعني أولا نحن نبعث من رحاب مدينة القدس، وأنا أخاطبكم الآن من كنيسة القيامة، أبعث إليكم بالتهنئة القلبية العطرة بمناسبة السبت العظيم المقدس والذي نسميه سبت النور. وغدا أستأذن نيافتك بس تعلي المجيد. أستأذن نيافتك تعلي صوتك شوية. وغدا إن شاء الله نحتفل بعيد القيامة المجيد، هذا اليوم العظيم الذي فيه نهتف معا وسويا قائلين: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ولنتهلل به. بعد ساعات من الآن سوف يخرج النور المقدس من قبر الخلاص، وسوف يفرح المسيحيون أبناء هذه الأرض المقدسة وكل الزائرين وكل الحجاج وكل الكنائس المسيحية في هذا المشرق وفي هذا العالم. إن ظهور النور المقدس من القبر الفارغ إنما هي علامة انتصار للحق على الباطل، علامة رجاء، علامة تفاؤل ومحبة وتشبث بالإيمان القويم. نحن في هذا اليوم العظيم المقدس ومن رحاب مدينة القدس نقول لكم بأن المسيحيين في هذه الديار باقون رغما عن كل الصعوبات. هلا دلوقتي أستأذن نيافتك تكلمنا عن تاريخ كنيسة القيامة في أورشليم. ألو ألو، يبدو ان احنا فقدنا الاتصال بصاحب النيافة المطران عطل حنا.